هلا، قبل ما تكملوا وتستمتعوا بالحلقة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس. اوكي، ترى هذا اول زوم انا اسويه وفي حياتي ما سويت المقابله على زوم، ف الله يحييك. ان شاء الله يوم الفتره ازمه الكورونا تروح بعدين نتلاقى فيك بشكل طبيعي ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي نبدا. بسم الله. بدايه بصراحه كيف حالك؟ الله يحييك سلمك. لا انا ابغاك تفكر في السؤال اكثر، اتمعن فيه. يعني ضاحي خلفان كيف هو؟ أظن دائما هالسؤال نحن نسأله تلقائيا كل ما نمشي وكل ما نشوف أي شخص وندخل الدوام نسلم ها كيف حالكم بخير وخلاص تكمل. بس هل مرات صدق نسأل السؤال ونتمعن وناخذ لحظة بس عشان صدق نعرف كيف الشخص، كيف نفسيته، كيف بيته، كيف أهله، كيف شغله؟ أحس مرات نمشي السؤال. أبشرك الأمور طيب الحمد لله، وأنا شخصيا سعيد ب يعني علاقاتي الاجتماعية وتواصلي مع الناس، وأسريا ولله الحمد أموري مستقرة، وكل الأمور ولله الحمد يعني منتظمة بشكل جيد، وهذه من المولى عز وجل سبحانه وتعالى. والإنسان يعني ما عليه إلا أن فقط يعني يكون متفائل دائما، وأنا تعودت على التفاؤل، تربيت في مدرسة قائد متفائل دائما سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وعلمنا صراحة أن نتفائل. والوالد يا خالص يعني علمني دائما أن أتوكل على المولى عز وجل، يقول اتكل على المولى حينما تقرر عمل شيء معين، وحينما يعني فعلا أريد أقدم على شيء معين أتذكر نصيحتي هذه، التوكل على الله سبحانه وتعالى تشعر بسعادة نفسية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يسعى، وفي كل حياتي كانت هذه أنس يعني خطواتي، إذا قررت على شيء أقول توكلت على الله وثم أسعى وأجد يعني النجاح حليفي ولله الحمد، لأن الإنسان المتفائل يحقق نتيجة. حلو، شوف الحين حصلنا الجواب. طفولتك كيف كانت أبو فارس؟ طفولتي كانت يعني هادية جدا، يعني قراءة أمضيتها في القراءة يعني معظم الوقت، خاصة في أيام الصيف. تعرف إحنا كنا في جميرة تقريبا، كنا في منطقة نائية عن دبي، فكنت أقضي في قراءة الكتب. وأنا منذ يعني الصغر تعودت على القراءة، حتى أصبح اليوم الكتاب بشكل يومي أقرأ. فالوقت الفراغ اللي كان في الصيف يعني الكثير يعاني منه، أنا ما كنت أجد فيه معاناة. ثم لما كبرنا يعني بعد ذلك وصلنا تقريبا في المراحل المتوسطة، كنت أستغل وقتي في البحث عن وظيفة يعني في وأكون متدرب في الصيف في بعض الدوائر. وأبو فارس يعني هل في وقتك أنت في طفولتك أنت هل القراءة كانت شيء معتاد عليه تشوف الشباب اللي في عمرك، ولا أنت كنت غير، أنت أقبلت على هالشيء؟ لا حقيقة كان الشباب يعني يفضلون مثلا الخروج في رحلات وكذا، كنت أنا ما أجد في الخروج في رحلات مع الشباب شيء يعني مسلي لي، بقدر ما أكون أنا يعني أكثر سعادة لما أكون مع الكتاب. ولهذا قرأت يعني كتب اللي يعني مثل فيكتور هيغو البؤساء، وأنا عمري صغير قريت الكتاب، يمكن تعرف مع قلة المكتبات ذاك اليوم الكتاب قريتها 3 مرات أتذكر، معذب الأرض، وهكذا يعني خلقت عندي صراحة يعني ثقافة متواضعة إلى حد ما بين زملائي، لكن القراءة يعني علمتني الصبر،
أن الوقت ممكن يستثمر بشكل جيد. وكنت أرى في القراءة يعني ملاذي الأفضل. والمدرسة كيف كانت المدرسة؟ المدرسة الحمد لله أنا المراحل المتوسطة الابتدائية كنت الأول على صفي دائما. جيت المرحلة يعني المتوسطة والمرحلة الثانوية كانت يعني كنت من دائما من العشرة الأوائل، لكن هذا ما يعني قلل من شغفي بالكتاب وبالقراءة أنس على الإطلاق. وربما شفت يمكن ناس درجاتهم ممكن أحسن، لكن في الحياة كانت نتائجهم أقل يعني عنا في إحراز النتائج. العبرة بالإطلاع، العبرة بالمخزون الثقافي عند الإنسان، والعبرة بالإصرار على أن الإنسان يغير في حياته أو يثبت وجوده بشكل يحقق أحلامه. من الأحلام اللي كنت أنا يعني كنت أتمنى أكون يعني رجل قانون، لكن في هذاك الزمن ما كانت عندنا الجامعات متاحة، ولا كان ممكن تحصل حتى بعد دراسية في الستينات والسبعينات يعني قبل قيام الدولة، ما كان حتى الابتعاث يعني ممكن، لأن ما حد يبعثك للدراسة بالخارج مثلا بالجامعات. وبالتالي لما جت يا الإعلان عن دورة الضباط المرشحين، أنا قلت أن أنا كنت أريد أكون محامي، ولو كنت ضابط شرطة أكون أيضا في ساحة قانونية، ولست بعيدا عن المجال اللي أنا أطمح له. ويمكن حتى في بداية تخرجنا يعني فعلا كلفنا نحن في الادعاء العام مثلا احيانا نعمل لائحة الاتهام التي يعني يصيغها الرجل القانوني في المرافعات امام القضاء. يعني نحن من الجيل اللي تدرب على هذا النوع من العمل القانوني، لكن يعني لما جيت اروح اسجل في الشرطه قلت لازم اخبر الوالد، كان عندي نيه اني التحق في الدوره وانا ما خبرته. فالان عندي نيه مثلا اني بكره اروح اسجل في قياده الشرطه والتحق بالمرشحين. ففي الليل كلمت الوالد قلت له انا بكره بروح اسجل في دوره المرشحين. ما قبل الناس هذاك الوقت ما كان حد يدخل في الشرطه يعني من ابناء العائلات، وكان الشيء دخول يعني واحد من بيوت مثلا معروفه في الشرطه يكون ربما يعني شيء مزعج للعائله، ان باعتبار ان الشرطه في ذلك الوقت ايام على ايام يعني الانتداب البريطاني ما كان هذا كان مرفوض، كان يعني عمل مو محبوب. فقلت ليش؟ قال لا يا ابوي ابناء يعني العائلات ما يدخلون الشرطه. قلت طيب يعني ليش احنا ننتقد الشرطة ونحن خارج عنها؟ ليش ما ندخل فيها ونغيرها من الداخل ونحسنها للناس وخليها محبوبة لدى الناس؟ يعني ليش نتفرج عليها؟ سكت عني لبرها، فكر، قال هذا التفكير عندك؟ يعني انت تفكر بهالطريقة؟ قلت نعم. قال توكل على الله. حلو. هذه اللحظة يا أنس أعطتني أولاً ثقة في النفس. أنا ما أدري كيف جبت هاي الحجة بعد أقنع الوالد فيها، لكن أخذت وعد على نفسي أني أذهب لإحداث تغيير في الشرطة. فكان هذا هدفاً استراتيجياً لي وأنا شاب عمري أقل تقريباً عن 18 عام، في أن يعني أقتحم مجال الأمن وأذهب إلى الشرطة وأحدث فيها تغيير اليوم ما تكون سمعتها في أذهان الناس سمعة جيدة. والحمد لله هذا يعني ما حصل، ولهذا أيضا قصة طويلة. فأرجع خطوة واحدة، شخصيتك بعدين برجع لها النقطة عشان قصة حلوة. شخصيتك في المدرسة كيف كانت؟ عشان أنت كنت تقول طالب مجتهد، ولكن بين الشباب هل كان
هل انطوائي، هل اجتماعي، هل الشباب يحبون؟ لا 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 لا، انا على ما انا عليه الان مع الناس، كنت في المدرسه يعني حبايبي يعني كثر، والحمد لله رب العالمين ليست لي عداوه مع اي طالب، انا صديق للجميع ومحبوب لدى الجميع لما كنت طالبا، ولا تزال علاقاتي بزملائي يعني حتى الان قائمه. والنقطه اللي ذكرتها مع الوالد، انت قلت ان اسلوبك ان بالانجليزي نسميه برو اكتيف، يعني مثل ريادي، ان ما تنتظر الشيء روحه يتغير. قلت لا، ليش ما انا اروح اغيره لو نظره الناس سلبيه صح. لشيء معين صح. فهل هل عقليه، ترى العقليه اللي يمكن مثل ما نقول نشوف النص الممتلئ من الكوب ولا النص الفاضي، فهل احس الوالد شاف هالشيء يمكن من سن مبكر، عشان كذي قال لك توكل، عشان شيء لازم تلقطه، مو باي شخصيه بهالطريقه تفكر، تعرف. صحيح يعني وانا حقيقه انا ما ادري كيف يعني اهتديت هالفكره، يعني ربما ثقافتي، ربما مثلا خلفيتي من خلال القراءات، يمكن مثلا اطلاعي وانا شاب في هذا يعني، لكن ما كنت انا مجهز هذا السؤال الاجابه هاي للوالد يعني تجهيز حتى اني اقنع فيها، هي جت في 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 الحوار في عصف الفكر هذا بيني وبينه، طلعت هذه مني، فكانت اكيد لمعرفه يعني مخزون عندي معرفي يعني استخدمته في هذا الوقت. ولا أتذكر أنا أني سبق أن قرأت أن شيء من هذا القبيل يعني مثلا يذكرني بعبارة معينة في كتاب ما، لكن 100% إلا ويعني فادتني القراءة في مثل هذه الثقافة، يعني ثقافة أنك ما تنقد الشيء ولكن تحدث تدخل فيه وتغير لصالح الناس أو لصالح نفسك. جميل. أبو فارس، كيف كانت علاقتك مع الوالد والوالدة؟ الحمد لله رب العالمين، أبشرك أنا ما فارقت يعني الوالد والوالدة حتى رحلوا من الدنيا، الله يرحمهم. كان بإمكاني مثل البعض اللي مثلا يتزوج يطلع عن والدي، أنا قررت العيش معهم في نفس البيت إلى أن استخارهم الله سبحانه وتعالى ورحلوا من هذه الحياة. وعلاقتك كانت ما كان الوالد أو الوالد يدخل في المستشفى إلا أكون معه. وتحس هذا كان لعب علاقتك معاهم والقرابة، هاي لعبت دور في شخصيتك وفي حياتك المهنية ولا جداً. كزوج كأب؟ وجدا عملت لي استقرار نفسي رهيب عظيم جدا، اعطتني ثقه في نفسي، اعطتني حقيقه التوفيق هذا اللي ربما يعني انا توفقت فيه في حياتي، واعتبر نفسي الحمد لله متوفق، كان برضا المولى ثم رضا الوالدين. حلو ابو فارس. ابو فارس، سؤال عام بس احس ينطبق بعد عليك، هل تحس القادة يولدون أم يصنعون؟ أنا أعتقد أن القيادة يعني الفطرية هي القيادة الأنجح، يمكن تصنع قياديين ولكن لا يكونوا كالقادة الفطريين. شاكيف القائد الفطري تأتي أموره طبيعية ونتائجه يعني يحققها بطبيعة يعني الفطرة اللي هو فطر عليها، لكن اللي تصنعه يكون أيضا قيادة صناعية. يعني فهمت علي؟ وهناك فرقا كبيرا بين إيش؟ بين الفطري والصناعي. ومرات تحس يكون في مزيج بين الاثنين، يعني الشخص اللي تشوف فيه انت حتى يكونك في الوظيفه يمكن تدور قاده عشان تطورهم ولا تدربهم، تشوف ان هذا الفطره شاطر فتقول لازم نلمع فيه ونعدل فيه عشان يستوي احسن واحسن.
ممكن يعني مثل ما قلت لك يعني انت ممكن تصنع صناعي ويبقى قايد صناعي، لكن الفطري يعني لما تدخل عليه يعني التوجيهات او مثلا يعني كلما يمر عليه الزمن تلقاه يعني سبحان الله يعني يكتسب خبره اقوى. انا بعطيك مثلا الشيخ محمد بن راشد كان القياده الفطريه عنده وراثيه ابا عن جد، شايف كيف؟ طالع مثلا شو حقق لنا اليوم، انا البارحه مغرد 14 سنه و 8 شهور و11 يوم كان البارحه، اليوم 12 يوم زين. خلال هذه ال 14 سنه عمل انجاز قاده في 50 سنه ما حققوها ولا 100 ولا 100 صحيح. ابو فارس انت شو تحس نوعيتك؟ هل انت تحس ان ولدت مثل ما تقول بشكل فطري، كنت بالفطره يعني كنت قائد، ولا بيتك لعب دور، ولا الوالد ولا الوالده؟ كيف قدرت تستوي في المنصب اللي انت فيه وفي القرارات اللي اتخذتها في حياتك في الانجازات اللي سويتها؟ نعم خلاص، الوالد يعني كان رجل حينما تحدث خلافات او شيء الناس رجعوا له، كان صاحب راي راجح دائما في علاج المشكلات. حتى مثلا في الخلافات الاسريه كانوا مثلا احيانا يستعان به، ويعني توضع القضيه بين يده لي يعطي راي مثلا في علاج المشكله ويحل المشكله. ف وكان ياخذني معه وانا صغير، مثلا اذا في تازم في بيت معين ويجي مثلا الرجل مثلا يريد مثلا ان يعمل يعني اصلاح ذات البين بين يعني الطرفين، فالوالد كان يذهب الى هذاك البيت اللي فيه مثلا المشكله لعلاج المشكله هذه الاسريه في المنطقه اللي نحن مثلا فيها. فكان ياخذني معه وكنت انا اشاهد الحوارات اللي تصير والاطروحات اللي تتم والردود والمعالجات التي كان الوالد ياخذها لعلاج المشكله، ونشوف انه مثلا بعد نص ساعه صار تراضي، انحلت المشكله، عادت مثلا الاسره كما كانت، الزوجه رجعت الى بيت زوجها وانحلت الامور وسويت الخلافات الاسريه. انا هذا اعطاني صراحه شيء من يعني حبي حتى للشان الاجتماعي، وتاثرت فيه ووجدت ان مثل هذه الجوانب. هذا واحد. اثنين، كان الوالد يعني تعرف رجل بحر وكان نوخذه، وكان يعني عنده يعني مجموعه من الناس اللي يعملون معه في البحر، فكنت ارى مثلا كيف يعالج كل هذه الاشكاليات والمطالب وكذا. والنوخذه دائما يعني هو قائد حقيقه وربان قادر على حل مشكلات من حوله. بس يعني جدي الله يرحمه ايضا كان يوصف عنده برجاحة راي، وكان عنده يعني سمعه في هذا المجال. فانا يمكن يعني فطريا استفدت من هذه الجوانب الاسريه اللي القياديه. الوالد على العموم كان يوم يناديني يسميني العاجل، يقول لي العاجل تعال، ما يقول لي يا ضاحي تعال. معظم يعني هذه الكلمه يا انس صدقني يعني اعطتني ثقه في نفسي، ويمكن خلتني اكثر ركاده في ايام شبابي يعني وهدوء، لانك انت تسمع مثلا ابوك يقول لك العاقل، فتحاول انك تكون عند يعني عند هذه النظره تجاهك. نعم. وتثبت نفسك ان كما يقول عنك والدك انت في نفس هاي يعني الفورمه وما تخرج عنها. فخلتني هذه التربيه يعني خلتني هذا واحد. اثنين، انس الوالد كان مع يعني صلاه الفجر يخبط على بابي يقول لي الصلاه، حتى جاوب انا اقول اطلع وياه ونسير. مرت السنوات، انا شاب زوجت وجبت ثلاث اولاد، ويوم من الايام انا كنت اخذ شاور الصباح قبل يعني اقامه الصلاه بوقت يعني كافي،
واسمع يخبط يقول لي الصلاه الصلاه يبغني اطلع، وانا اقول له انا خلاص انا ان شاء الله جاي انت روح وانا بلحق. ما كان يسمعني لان كان شاور كان ابعد بعيد يعني ما يسمعني. ف انا خلاص شاورت توضيت ورحت لصلاه الفجر لحقت، والحين رادين على البيت. يعني كنت دائما اسير مع المسجد وارجع مع المسجد من وانا طفل حتى الان. انا يعني والد صار لي عندي ثلاث اولاد، يعني قد ما هو الله يرحمه كان عنده ثلاث اولاد انا واخواني اثنين. ففي الطريق واحنا عايدين اقول انا كنت ارد عليك بس انت ما سمعني. وبعدين يا ابوي قلت له بهالحديث يعني انت يعني لما كنت تخبط علي وانا شاب بس اوكي يعني انا صغير كنت وجزاك الله خير توعيني، بس الحين انا احط ساعه ويعني اوقت التوقيت على صلاه الفجر ويضرب عندي جرس واصحى، ما في داعي تخبط على الباب. تعرف شو رد علي انس؟ قال لي وامر اهلك بالصلاه. وكم انا مرتاح يعني ان حينما يشعر والد ان من مسؤوليه ولي الامر ان يامر اهله بالصلاه. واتذكر بعدها ابدا يعني ما قلت له، وظل هو ايضا يضرب على الباب وانا صباح يعني كل فجر اذهب معاه الى المسجد وارجع معاه من المسجد حتى لما توفى الله يرحمه. والله العظيم انا لمده عامين يعني كنت اشعر وانا امشي في المسجد كان يمشي جنبي. اي والله عجيب عجيب. اي والله اكيد اشتكت لعيال يعني, يعني 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 كان الارتباط قوي بيننا، ولذلك يعني انا كل ما اذكر هاي السوالف يعني اشعر بالاسى على رحيل الله يرحمه. لكن هاي سنة الدنيا يعني انسان يفارق الاعزاء عليه الله يرحمه. لا مبين ان ابو فارس ان علاقتك وعلاقه مميزه كانت مع الوالد ومو بالكثير وحتى مع الوالده وحتى مع الوالده يعني خلاص يعني مثلا الوالده اعتبرها يعني التي ربتني على احترام المواقيت. تحدد لي تقول لي بتخرج الان اقول لي متى بترجع، وكان هذا يعني وكان هذا التوقيت لي بمثابه الضبط والربط يعني اللي من الصغر تعلمت عليه. يعني ما في وقت مهدود لك تروح على كيفك وتجي على كيفك، تروح الان ترجع الساعه الفلانيه وانا ارجع الساعه كما اعد تماما. تعرف قبل ما في جرس تضرب الجرس ويسمعونك اذا ناموا عنك في الليل من يفتح عنك. فكنت اقول له مثلا انا باجي الساعه 8 برجع الساعه مثلا 8:30 فعلا أجي على نفس التوقيت، ولما أضرب الباب أجده هي خلف الباب. الله يرحمها الله يرحمها. نعم لكن يعني أتمنى إن شاء الله أن عيالنا وعيال عيالنا وأولادنا كلنا في الإمارات أولاد شبابنا يعني أن يكون عندهم يعني احترام لوالديهم ولي يعني جعلهم راضين عنهم. أتمنى ذلك أبو فارس. اللي انت ذكرت لي نقطتين. النقطة الأولى تجاربك من سن مبكر مع الوالد سواء كنوخذة ولا سواء كشخص يحل مشاكل في المنطقة ولا في الفرجان ولا في بين الناس اللي انت تعرفهم. فأظن هالخبرة وهالتجربة انك تشوف كل هذا قدامك تعلمك من سن مبكر جدا. والنقطة الثانية ذكرت كيف كان يحث عليك الصلاة وكيف هالشيء استمر ليه ما انت صار عندك حتى أولاد. والنقطة الثالثة اللي ضفتها الوالدة والتوقيت والانضباط. فهل ملخص وايد مرتكز على الأم والأب كيف دورهم مهم جدا إن أولادهم نقدر نقول يبدون على الخطوات الصحيحة. ما في شك يعني التربية تخلق من الإنسان يعني إنسان أما أن يكون صالح أو طالح. ما تلعب دور تربية وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
بفارس انت في مجالك ومشوارك في مجال صعب، مو بهين، مو باي انسان يقدر يتحمله، مو باي عقل يقدر يتحمله، مو باي مشاعر تقدر تتحملها. فهل تحس هل هالخبره والتجارب وكل اللي شفته، اكيد شفت انجازات وشفت بلاوي وشفت مشاكل وحليت مشاكل، يعني مجال وايد صعب اظن على اي انسان، ومسؤوليه كبيره كبيره كبيره، هل تحس هالتجربه وهالخبره تخليك انسان سلبي ولا تتعب من الحياه؟ سلبي؟ هي يعني لو مو بس انت كابو فارس بالعكس انا يعني يمكن اللي تعلمته في الشرطه خلال يعني انا الان بكمل يعني 51 عام، اللي تعلمته في الشرطه حقيقه وفي العمل الشرطي وفي مواجهه المشكلات وفي علاج المشكلات وفي يعني حفظ الامن وفي التجربة الطويلة هذه اللي أخذتها، الحقيقة يعني أنا لو كنت يعني يمكن خريج أي يعني درجة من السادية ما كنت بكون بمثل هذا يعني العمق، لأن يعني الميدان علمني أشياء كثيرة في الحياة، ولهذا بالعكس هذا يعني جعلني في من الأشخاص اللي يشعرون بالتفاؤل ولله الحمد وبالسعادة. ويعني مرة يسألني واحد يقول ما عندك فشل يعني في مسيرتك الواحد الخمسين؟ أنا شخصيا حقيقة ولله الحمد مثل ما قلت لك أقيس المسألة مثلا وأشوف إذا كان مثلا 40 تقول لي أو 45 تقول لي لا يعني لا تسوي هذا الشيء، بينما 55 أو 60 تقول لي لا هاي الفكرة أفضل. فأقول لماذا 55 أو 60 لا تدفعني للأمام وال 45 تسحبني للخلف وتراجع؟ شايف؟ يعني لا. ولهذا خدت العمل على أساس أن حينما يعني يكون الرأي أرجح لو حتى بفارق هذا الخمسة أو عشرة أنا أحاول to go ahead، لأن هذا الاتجاه للأمام هو الذي يصنع لك الـ 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 يعني النجاح. نعم قد تواجهك في هذا يعني بعض الإشكاليات، لكن فيه يعني قدرة على إيجاد البدائل بحيث أنك تحقق النتيجة. لو ما حققت النتيجة يعني ما حد يحقق 100% كمان لله سبحانه وتعالى، مثلا لو ما يجيب 90% 95% يمكن تجيب 85% يمكن تجيب 80% يمكن تجيب 70% 60%. طيب انا اذا جبت 60% يعني مش احسن ما اكون اصلا بلا نتيجه ومتراجع؟ ولهذا خبرت جوانب قانونيه جدا لاني درست في القانون، خبرت يعني عندي خبرة مالية وإدارية كبيرة ولله الحمد. اليوم في التخطيط الاستراتيجي يمكن أقول لك يعني ولا فخر يعني، لكن عندي إمكانيات أني أضع خطط استراتيجية يعني محكمة إلى حد بعيد. في التنبؤات والتوقعات مثلا المستقبلية يمكن أحط توقعات إلى حد ما تكون يعني صائبة ومحق يعني ونتائجها في مكانها. فتعلمت كل هذا في الشرطة. يعني لا اللي كنت أريده، فما أنا سألتك عشان أعرف كيف المنطق اللي عندك، عشان في شخص يقدر يكون في مشوارك يقدر يقول أوف والله تعبتي أنس شو ضغط هلكت خلاص الحمد لله أبايلس على البحر ما بسوي ولا شيء، شفت كل شيء في حياتي. وفي شخص يقول لك لا، مثل ما أنت حين جوابك كان قلت لي بالعكس أنا كل ما حسيت أني أتطور شيء ولا شيء يزيد، ما دام التطور أكثر عن حتى ما أحب أسميه فشل، الأشياء اللي ما مشت أنا ماشي، ما دام ماشي قدام ما عندي أي مشكلة. فتشوف هاي عقلية معينة، في عقلياتي وفي عقلياتي. صح بفارس، شو رأيك
في الجيل الحالي بشكل عام؟ لو أنت الحين ما شاء الله الجمهور بعد جمهور شاب اللي يشوف البرنامج AB Talks، شو تحس ضروري إنه يتعلمون سواء منك سواء من القادة اللي عندنا سواء من الشخصيات اللي عندنا في عالمنا نحن العربي من الخليجي، شو تحس يمكن مو مدركين الجيل هذا مو مدرك وتقول يا حبايبي أبغى أقول لكم هالحبتين؟ والله شوف يعني أنا أسمع يعني كثيرين الناس ينقدون الشباب اليوم والمجتمع ويقولون على أن الشباب فيهم وفيهم وفيهم، يعني يذكرون كل سلبياتهم. أنا قضيت 50 سنة أو 51 سنة الآن ما أشوف في شبابنا صراحة إلا كل اتزان، إلا يعني رقي، إلا تقدم، إلا مهارات يعني مختلفة. يمكن قل يعني لا تعد على أصابع في أي مجتمع ممكن تكون فيها مشكلة يعني، فلا نأخذ نسب يعني ضئيلة جدا. يعني أقول لك السواد الأعظم اليوم من شبابنا في الإمارات شباب رائع وممتاز ومطور وبناء وأفكاره جميلة، ويعني عنده نهوض وعنده همة وعنده قدرة على الإبداع، وهذه يعني لمست من الشباب اللي يعني رافقوا المسيرة معاي في العمل. أنا أكبرهم سنا وكنت أرى أن عندهم إنجازات رائعة وأنهم حققوا حقيقة يعني ما لم يحققه الأجانب عند الخريجين الجامعات. فشبابنا رائع وممتاز، ولا يعني يعني أقلل أبدا من يعني حتى حسن سلوكه وسيرته في الحياة. يعني ما أقول إلا الله يعطيهم العافية، وأقول إن ما دام هم المواطن، أنت تقول لي الآن شو النصيحة تعطي، ما دام يا شباب همكم هو الارتقاء بوطنكم وبأسركم وبيعني مراكزكم بحيث أن يكون هذا في ظل يعني شعور بأن الوطن أقل ما نملك وأن الأسرة أقل ما نملك وأن ينبغي علينا أن يعني نخلق مستقبل لدولتنا، ما دامت هذه مشاعركم اللي أنا أشوفها فيكم يعني متوقدة حقيقة، أنا ما عندي خوف على مستقبل الإمارات. تحس زين بو فارس أن في شباب مقارنة بشبابك أنت وطفولتك أنت، أنك يمكن اجتهدت مثل ما تقلت أنا كنت أقرأ يوم الناس ما كان شيء معتاد عليه، ولا أنا سعيت يوم مو بكل حد كان يسعى. هل تحس الشباب اليوم مرتاحين وايد ولا عايشين في راحة؟ فيوم الإنسان مرتاح ما يحاول وايد ولا ما يطمح وايد خلاص يقول مرتاح. أنا يعني مو بكل حد، يعني مو بكل حد في يعني انا مثل ما قلت لك يعني نحن لا ناخذ مثلا بعض الظواهر في مجموعه صغيره من مثلا من الشباب ونعكسها على الاغلبيه من الشباب. الاغلبيه من الشباب جاده ومحاوله وتحاول ان تعمل وسلوك يعني منسجم مع الحياه العامه وعندهم تطلعات يعني للمستقبل، شايف كيف؟ وبالتالي لا ناخذ الحكم على الكل بفارس كيف. لكن حتى هذيلة انا عندي انس شيء، ان لا تيأس من ان الشاب يصح نفسه. يعني حتى مثلا جربت في الحياة، والله جربت في الحياة ان في ناس كانوا في منزلقات خطيرة وكانت امورهم صعبة وكان كذا، وكان البعض يعني يكون يائسا منهم، وأنا كنت أرى بأن يوما ما يعني الله سبحانه وتعالى ربما يعني يوجه هذا الإنسان توجيه حسن. وشفت في حياتي أن فعلا الناس كانت مسيرتهم جدا فيها إشكاليات، ثم بعد ذلك سبحان الله هداهم الله إلى الطريق القويم، اعتدلوا وصارت حياتهم ممتازة وخلقوا أسر وبيوت وكانوا من أروع ما يكون. فأنا من الناس الذين يعني لا ييأسون من إصلاح الإنسان، لأن الإنسان يعني قد يسير مسار معين ثم بعد ذلك يضبط سلوكه ويكون هذا روعة في الحياة ومسار يعني جدا يعتز فيه
وبالتالي حتى أقول يعني مثلا اللي عنده ابن أو شيء أو كذا ربما عنده إشكالية لا ييأس من أن الله سبحانه وتعالى يعني يأخذ بيده إلى درب الصلاح والنجاح. صدقك أبو فارس، الوقت مدرس، والوقت مرات الواحد لو يحترم الوقت، الوقت لها حكمته. وصبح سبحان الله في ناس مثل ما أنت قلت بالوقت روحهم يحصلون دربهم، يعني ما تتوقع بس مرات يستوي. يعني أنت أبو فارس أحيانا لحظة قل لي لحظة من اللحظات سبحان الله تقول فيه تكون تخلق فارق في حياة الإنسان. نعم. أبو فارس شو شعورك كأب؟ والله شعوري شعور الصديق لأبنائه. حلو. أنا زوجت عمري 19 سنة، فعيالي الآن يعني أصغرهم كبري. فعلاقتك كيف تقول كصديق وأب مو بس أب؟ نعم. جميل. تخاف من شو؟ أخاف من الله. وبعد من الله نعرف ما عندي خوف إلا من الله سبحانه وتعالى. في الحياة ما عندك تخوف من شيء؟ في ناس يخافون مثلاً. إذا 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 خفت من الله تخاف من كل شيء. أنك تسوي غلط، أنك تعمل غلط، فهمت علي؟ يعني مخافة الله هي تجعلك أنك تخاف أنك تعمل أي شيء غلط بحق أي إنسان أيا كان. جميل. شو أفضل لحظة في حياتك؟ والله يعني يمكن أفضل لحظة طال عمرك يوم تزوجت أم فارس. الله يحفظها. الله طال. حلو جواب حلو. لا قوم أسألك السؤال، أسوأ لحظة؟ الحمد لله يعني بقولك يعني طبعا أسوأ لحظة يوم يعني توفى والدي الله يرحمه، ويعني واللحظة أيضا اللي فرقت فيها الوالد. يعني هذه يمكن الإنسان إذا يعني فقد والدي يعني يمكن هذه أسوأ لحظات عمره. لكن 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 هذا يعني يا أنس هذا قدر والكل يمر فيه يعني. صحيح. بس يحزن مثل ما تقول. آخر شيء نحن بشر. ما في كلام. يعني أنا قبل شوي كنت أكلمك عن الوالد، والله يعني شعرت بي يعني يعني أسى على فراقه. يعني نفسي شحنت شوي من بالعطف علي الله يرحمه. الله يرحمه. شو نقطة ضعفك أبو فارس؟ والله ما يعني صعب الواحد يقول على نقاط الضعف اللي عنده، لكن يمكن أني يمكن صراحة زاد عن اللازم شوي. كنت بقول لك أنا نسيت أقول لك يعني غير المشوار الوظيفي والمهام وكل الأشياء اللي سويتها في حياتك اللي مو بهينة مو بسهلة، حتى في عالم السوشيال ميديا ما شاء الله وايد صريح. فكنت بقول لك أنت ما تتعب من كل الانتقادات والهجوم، عادي عندك ولا كيف؟ لا يعني شوف اللي ينتقدون طال عمرك أنس هم الأشخاص اللي في خط معادي لدولة الإمارات، الإخوان الحوثيين، الجماعات اللي تتهجم على الإمارات. وشيء طبيعي لما أنت بتأخذ مثلا يعني بتدافع عن دولتك وبتدافع عن مواطنيك وبتدافع عن سمعة بلادك، هؤلاء بيتحرشون وبيسبون وبيحاولون يعني يكلون لك كثير من الشتائم. ولذلك أنا هذيلا ما يعني أعتبرهم ناس يعني إلا أنهم لا يملكون حجة، لأن اللي يسب يا أنس ما عنده حجة يرد عليك.
يعني على سبيل المثال انا قررت على سبيل المثال سنوات طويله احط صور من بلادي، انت يمكن شفتها صور من بلادي. ليش؟ شفت البعض ربما يتكلم على ان نحن يعني يصف دولنا بالتخلف وان بدو وان ما شابه ذلك، فحبيت اللي بعيد يمكن في الوطن العربي ما يعرف عنا شيء خلي يشوف ماذا صنع البدو في هذه الارض من رقي وازدهار وتقدم. اذا كان موضوع النفط، النفط موجود في كثير من الدول، يعني اللي يعيش شعبه الان فقير وتعبان ولا عنده شيء ومعدوم ولا عندهم ربع اللي عندنا. فكنت احط صور من بلادي، يعني الصوره هذه لا هي مسبه لك ولا هي شتيمة لك، فليش تشتمني يعني؟ شاكي. ولهذا انا اعتبر هذا مثل هؤلاء الناس صراحه يعني ما يزعلوني، لان بالعكس انا اعطف عليهم لجهلهم ولحماقتهم ول يعني حسدهم، واقول الله يعينهم ان شاء الله وعسى ان شاء الله ان الله يصلح حالهم شاكي، لان احنا ما نتمنى الا الخير لكل الناس. نعم. ابو فارس ندمان على شيء في حياتك؟ الحمد لله لا. انزين، لو حطينا عنوان حق هالفترة في حياتك، فترة ضاحي خلفان، شو بيكون العنوان؟ والله يكون عنوان طال عمرك المسيرة إلى الأمام. علي حين. حلو حلو حلو. انزين بنلخصها. أنا عندي سؤال دائماً أكرره في المقابلات، بس اليوم بحطه كثلاث أسئلة. الوالد الله يرحمه في كلمة. الوالد في كلمة. في كلمة. معلمي الكبير. كلمتين بس بناخذها. المعلم. حلو. الوالدة. المربية. وضاحي في كلمة. والله أتكلم عن نفسي أمتنع. كلمة عادي تكون أي كلمة. ضاحي. بس ضاحي إنسان يعني نقول إنسان. لا أنا ضاحي الاسم وضاحي المشرف. حلو. مشكور على وقتك أبو فارس، ما قصرت. الله يحييك. الناس الله يحييك. سلم لي سلام، سلم لي سلام كثير على الوالد. والدك انت من المبدعين اللي شفنا انجازاته الطيبه، وتحياتي لك ان شاء الله يبلغ.